هلو جريدتي عاملة فيديو تشالنج مش عادي اسمه 60 ثانية حرية ولكن ثقافتك انجليزية 60 seconds of freedom اللي تنجم تربح فيهم الحاجات هذو سمارت فونز، ترايبودز، كاش، اسمع كل شيء على عجلة، شارك بركة، شنو نستحقه من عندك؟ شوية مجهود، لازم تعمل فيديو ما تفوتش دقيقة، يعني مش دقيقة 0.1 ولا 0.5، ليه ما تفوتش دقيقة، أما تنجم تكون أقل من دقيقة. وموضوع التحدي هذا هو الحرية، وكي نقول لك حرية، أنت عم بحرك، تنجم تكون حرية المرأة والراجل، حرية القطوس نتاعك يحب يمشي للجنينة وما يحبش يقعد محصور، حرية التنقل، ماك تعرف توا كورونا، يعني ما تنجمش تتحول من بلاد لبلاد أخرى، ولاية لولاية أخرى، ولا حرية الأفكار، والإما زيد تخمم فما حاجات اقوى برشا في التحدي هذا فما تو كاتيجوريز نتاع فيديوز الاولانيه هي بودكاست شورت موفيز الحاجات اللي ديما تشوفوهم على اليوتيوب والكاتيجوري الثانيه هي جورناليستيك الحاجات اللي تشوفهم على التلفزه واقل على الانترنت اللي فيها ريبورتاج على شخص انترفيوز بورتريت نتاع شخص مكان حدث اللي هو المهم لهنا باش تخرج الجورناليست اللي فيك في الكاتيجوري الاولى المرتبه الاولى ياخذ سمارت فون المرتبه الثانيه 600 دينار والمرتبه الثالثه 300 دينار والكاتيجوري الثانيه اللي انا نشجعكم على الاخر على خاطر فيها حاجات خير. اللي في المرتبة الأولى ياخو سمارت فون وترايبود واللي في المرتبة الثانية ياخو 600 دينار وترايبود واللي في المرتبة الثالثة 300 دينار وترايبود كما لاحظتوا الجوائز متاع الكاتيجوري الثانية خير من الأولى لأنه نحب نشجعوك تحسن الإنتاج متاعك أما في الأخر الناس الكل لازمها تشارك في التو كاتيجوريز وتعطيونا أقوى فيديوز عندكم عندكم 15 يوم في يدكم والديدلاين نهار 30 جوان مع 11 متاع الليل وباش تعرفوا كيفاش تبعثوا الفيديو متاعكم كل شيء مكتوب في الديسكريبشن وحضروا روايحكم في الأيامات الجاية فما 3 فيديوز باش نعملهم يعاونوكم على الإنتاج متاع الفيديو متاعك وكيف كيف في وسط المغامرة هذه باش نقعد نعاونكم سيو